نجمة تيفي قريبة منكم، مضوية في عيونكم. حقيقة الشارع المغربي تيستبشر كثيرا بالقرارات تاعت سيدنا الله ينصرو، وحقيقة هاد القرارات اللي كانت تاخذها حصاد من طرف خصوصا نحنا المحجبات وإعفاء كثير من أطر التعليم، فالناس تاع التعليم استبشروا كثيرا والشارع المغربي استبشر كثيرا وان شاء الله يكون خير من بعد. خصهم يتقوا الله تعالى في الشعب المغربي وفي الاصوات اللي تاعتهم، الناس راه هي امانه عندهم والله عز وجل غادي يحاسبهم عليها. خطوه زوينه، خطوه جريئه وزينه تبارك الله، وكنتمناو هاد الخطوات يبقاو يتعاودوا كل مره باش الوزاره يوعاو براسهم، يوعاو بان عندهم مسؤوليه تجاه الشعب ويحترموا الشعب، لانه اللي طلع الفوق ما تلا كيحس باللي لتحت. طبعا لاننا شفنا ولا الشطط في استعمال السلطه يعني كثر في هاد البلاد، يعني الوزاره ما بقاوش قايمين بالواجبات ديالهم، ولا تعطيل في السير ديال الاحداث، يعني السير ديال المشاريع اللي كيتحطوا لنا. دونك القرار اللي اتخذ جلاله الملك بعد ما صدر المجلس على الحسابات القرار ديالو التقرير ديالو، يعني كان في المحل ديالو في الصميم ديالو تجسيدا للادوار الدستوريه لجلاله الملك في هذا المجال هذا. شنو الرساله اللي تبغي توجه للشعب وللناس اللي كيشوفوك؟ بصراحه اول حاجه يعني لحد الان باقي ما لاحظناش يعني تحرك اعلامي قوي، لان يعني الاطاحه بهاد الرؤوس هذو اللي كيعرقلوا السير ديال البلاد كتكون غالبا عن طريق الاعلام. ديالي هو انه اربعه الوزراء فيهم بن عبد الله وفيهم الحصاد وفيهم الوردي، الاخر ما عرفتش شكون هو. المهم هو هاد الناس هادو ما داروا والو، ما شفنا والو. البلاد الصحة ما فيهاش والإسكان ما فيهاش، حنا الناس اللي متضررين من هادو بجوج، من الصحة ومن الإسكان، وتنعطيهم واحد نصيحة إذا كان ممكن أنه يتقي فينا الله سبحانه وتعالى. يعني أنت مع الملك في هذا القرار؟ وأنا مع الملك، أنا ما كرهتش يقيل الوزارة كاملين، حيت المغرب ماشي الوزارة هما اللي تيسيروا، ناس اخرين هما اللي تتسيروا. بغيت انا بغيت من الملك باش هاد الوزاره اللي تقالوا ماشي هي اللي تقالوا ويمشيوا يرتاحوا، بغيتهم يتحاسبوا. بغيت انه كل واحد اللي يرتكب شي حاجه يتخلص عليها. يعني هذه هي الرساله اللي كتوجه لنا. والله ينصر سيدنا. النظريه ديالي هو الوزير حين كيبغي غير المصلحه ديالو، حين كيطلع وزير كينسى الشعب. الناس علاش كيصوتوا عليه؟ الا باش يطلع يخدم للشعب كما كيحب ولادو، يحب حتى الشعب يخدم من احسن يخدم للشعب حسن اكثر من هذا. ولكن حين كيطلع كيخدم غير ولادو، خصو غير المصلحه ديالو. الوزراء اللي اختي ما نكذبش عليك، الصيله كتبع الصيله. انا شفت هذا في عمري 41 سنه 42 سنه، ما عمر شفت شي حاجه زوينه في الوزاره، ما نكذبش عليك، حتى شي حاجه ما كذلك. لان حين كيطلع كيخطب كيقول لك ها شنو نديروا ونصنعوا ونفعلوا هذاك، حين كيدخل ويشد الكرسي وهذاك صافي، سير انت طلبوا في شي حاجه ما صافي، ما كاين حتى شي حاجه ما يقضيهاش. فهمتي؟ ميرسي فوكو وشكرا. وبصراحة هذه الخطوة اللي خدها سيدنا الله ينصرو خطوة إيجابية، وبالنسبة للوزراء اللي اتفقوا أنهم ما كانوش جايين خدمتهم، أنه كانت بزاف ديال الخروقات، لأن ما يمكنش يجي واحد السيد اللي تعفى عليه هكاك. كنتمنى من الوزراء الآخرين أنهم يقوموا بالواجب ويقوموا بخدمتهم على أد المواج، والله ينصر سيدنا. أنا ما غاديش نعرف، ولكن كلمته ما تطيحش الأرض. شنو الرساله اللي تبغي توجهي للوزراء اللي جايين من هنا للقدام ان شاء الله؟ يكونوا مزيانين هاد الوزراء اللي غادي يجيو، يكونوا حتى هما مزيانين، ما ياخذوش نظرة بحال الاخرين، لانه مادام قال سيدنا هادوك الناس في لائحه انتظار والاخرين عفى عليهم، والا هما خصهم يقدموا شي حوايج اللي مزيانه للمغرب باش يبقاو دائما معانا. المشكل اللي كاين حنا بغينا الوزراء يكونوا مع المغاربه كلهم ومع سيدنا ومع اي تل اجانب حتى هما، يكونوا معقولين ويكونوا في قدوه وفي